الحمد لله. اليوم فرحانين بزاف، وغيكون يوم مشهود انطلاقا من ان سيدنا تفضل محمد السادس نصره الله تفضل باش يصدر بلاغ انه اعتبار راس السنه الامازيغيه عطله رسميه مؤدى عنها. والحمد لله سيدنا اللي تفضل مجموعه من المحطات انطلاقا من الخطاب ديال اجدير والمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه والعديد من الاشياء اللي سيدنا تعطي واحد الاهميه كبرى للثقافه الامازيغيه والهويه الامازيغيه على المستوى الوطني. كما قلت لك هذا اليوم غيكون يوم وانتصار جد مهم للحركه الامازيغيه والامازيغ على المستوى الوطني. الحمد لله اللي اليوم بدينا تنستشفوا ان اللغه الامازيغيه بدات القرارات ديال الترسيم ديالها تتنزل على جميع المستويات. الحمد لله كما قلت لك الحركه الامازيغيه بجميع التيارات ديالها اللي كانت تنادي بانه ضروره اعتبار راس السنه الامازيغيه عطله رسميه كباقي كراس السنه الميلاديه وكراس السنه الهجريه. اليوم غيكون الناس على المستوى الوطني ديال اللي زمازيغ غيكونوا فرحانين بزاف، لان غتكون عندهم الرام واحد الرمزيه خاصه، رمزيه مهمه على المستوى الوطني، نظرا لان كما قلت لك في الاول انه لا جيب الاحتفال ايضا بهذا السنه الامازيغيه، لان عندها بعد ثقافي وبعد سوسيو ثقافي ايضا وبعد اجتماعي على الاقتصاد الوطني وعلى الهويه الامازيغيه بشكل عام. الحمد لله هناك انتصار مهم على مستوى ترسيم هاد المراسم ديال تنزيل اللغه الامازيغيه اللي نهجتها الحكومه الحاليه منذ توليها، يعني تنزيل المراسم تطبيق على مستوى جميع المستويات. وهذا يعني يدل على شيء، فانه يدل على ان الحركه الامازيغيه اللي تشبتات منذ سنوات طوال على انه اعتبار راس السنه الامازيغيه عطله مؤدى عنها وانتصار مهم لجميع المغاربه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.